وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد وفي هذه للقدان الحقايق، وشوط خاص بالانتاج والمنتجين المحافظين على هذه السلالات العريقة. وفي ثاني أيام جائزة زايد الكبرى ننطلق ونحضر مع حضراتكم، ننطلق مع البداية مع أول المراكز. عماش عماش الحاضر على البداية، يتقدم حمد بن سعيد بن محمد بن زاهر الأخيلي، يقدم لنا عماش على البداية، عماش على الصدارة، المركز الثاني الحاضر في هذه اللحظات، يتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مياس صالح بالعبد الوهيبي، من يقدم لنا شعار مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات، يتقدم هنا ممدوح احمد بن حمود بن علي بن سعيد الوهيبي ابن السلطنة الحاضرين في هذا الصباح، بينما المركز الرابع القدوم من مياس سعود بن علي بن عبد الله الحبسي هو القادم، هو الحاضر مع رابع الأسماء. المركز الخامس القادم في هذه اللحظات من الجانب الأيمن، يتقدم في هذه اللحظات هملول سالم بن سعيد بن غفان الجابري، بينما المركز السادس التواجد في هذه اللحظات من القادم هناك من الحاضر من الجانب الأيمن، ليتقدم مشاهدينا متابعين الكرام في هذه اللحظات العابر محمد بن سيف بن مبارك الخيلي، كذلك الحضور في هذه اللحظات من متعود شعار الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، والحضور في هذه الاثناء من ميعاد سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، يحضر بحضور شعاره في صباح هذا اليوم، كذلك القدوم والحضور مشاهدينا الاعزاء، يتقدم هنا ويحضر في هذه الاثناء الصيرمي فايز بن حبيد بن ملفي المزروعي، لفاكم بن ملفي وحضر بن ملفي بهذا الحضور الملفت، ليتقدم ايضا القادم الحاضر وارحبا يمطفي، مرحبا بهذا الحضور ريوين سعيد بن غانم المنصوري، ليحضر مع شعاره في هذا الصباح بحثا عن الفوز بحثا عن الناموس. الكيلو الاخير الكيلو الخطير وشعار الصعب، يتقدم في هذه اللحظات ويحضر مع شعاره الكبير، ليتقدم في هذه اللحظات هنا متعود لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، متعود على الفوز، متعود متعود على النواميس. وشعار الشوط الرئيسي للابكار في صباح هذا اليوم، يتقدم في هذه اللحظات القدوم ايضا من العابر محمد بن سيف بن مبارك الخيلي الخيلي، ومجد الحاضر محمد بن راشد بن فرج المهيري، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هو القادم مع شقران مع شقران، ولكن بن مرخان بن مرخان الصعب 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 والمجازف المجازف والصعب، الامتار الاخيرة الامتار الخطيرة، والقادم مجد محمد بن راشد بن فرج المهيري 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 في الامتار الاخيرة، يقدم لنا مجد يقدم لنا مجد مجد للناموس مجد للانتصار في هذا الصباح. سلام إلى مجد، سلام على هذا الفوز.
والانتصار في صباح هذا اليوم لمحمد بن راشد بن فرج المهيري. تانينا والناموس. المركز الثاني في هذه اللحظات وصل مع ثاني المراكز، وصل متعود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان للكتبي المركز الثالث، وصل مشاهدينا الكرام اللي هو شقران لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ورابع المراكز ضاري لناصر بن غانب بن ناصر بن حرتوش المنصوري المركز الخامس. وصل مشاهدينا متابعينا الكرام شعار حامد بن شامس السعيدي مع خامس المراكز، تهانينا والناموس. والتوقيت الافضل يتسجل مع هذا الشعار الكبير، 5 دقائق 56 بالوفاء والتمام، وسلام الى الهير، سلام على هذا الفوز والانتصار، سلام يا عاشق سلالة مجد، سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني شعار بن مرخان مع متعود، توقيته 5 دقائق 56 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث وصول شقران لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، توقيته ولحظات وصوله 56 ثانية 56 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب، مستمرين بهذه الانطلاقات مع هذه الاندفاعات الكبيرة في صباح هذا اليوم، انطلاقات ثاني أيامي مهرجان جائزة زايد الكبرى لتنطلق.